أما الفدية ففدية طعام مسكين، ده بالنسبة للناس أصحاب أمراض السكري والكلى ونحوها، الناس المبصومة عندهم أمراض ملازمة، ديل الفدية بتاعتهم ما يعادل كيلو وربع، كيلو واحد وربع كويس، تشتري دقيق كيلو وربع توزعه، أي مسكين تدي كيلو وربع. العلماء قالوا والأفضل أن يكون معها إدام يؤكل به، يعني تديه كيلو وربع من الدقيق معاها تديه شيء بياكلوا به، إما شيء من اللحمة أو عدس أو نحو شيء إدام. إدام في فرق بين الطعام والإدام، الطعام ده اللي بياكلوه زي الرز والدقيق قمح ذرة غيره ده بياكلوه، أما الإدام ده بياكلوا به، فهمت؟ زي الدهن واللحم والعدس وكذا ده بياكلوا به. طيب فإما واحدة من طريقتين، توزعها كيلو ربع لأي واحد، أو الشيخ الفوزان قال يجوز تجمع مجموعة من الأيام لشخص واحد، يعني لو ما لقيت عدد 30 مسكين ما توفر لك 30 مسكين عشان توزع لك ده كيلو ربع ده كيلو ربع كلهم كده ده ما لقيتهم، خلاص قلت لك سبعة، السبعة دي قسم عليهم أجمع بتاعت الشهر كلها كويس، أجمعها كلها مع بعض قسمها على سبعة أديها للسبعة دي الفدية كده بتتم، تمام؟ فإذا يا إخوان الناس يفرقوا، تختلف الفدية من زكاة الفطر تختلف. الطريقة الثانية للفدية اللي ذكرها الشيخ تعزم مساكين، دي اللي كان بيعملها أنس رضي الله عنه، يعزم عدد، أعزمهم الليلة على وجبة مع بعض 10 مساكين، جيب لهم 3 أو 4 طلب فول بالجبنة كويس، قاعد 10 مساكين أكلوا شبعوا الحمد لله، بعد غسل خشمه ومشى خلاص كده، قول 10، بكرة عزم لك 8، بعد بكرة عزم 12 كده لحد ما تتم العدد بتاعك كله، تمام؟ ولو لقيتهم 30 كلهم مع بعض تكون خير وبركة، قول لهم وجبة واحدة، لو شبعوا بصحن واحد شوف تفصحن الصحن شبعوا به ال30 ديل خلاص كده انت خلاص، انت قمت بشنو؟ بالفدية بتاعتك، لو شبعوا بصحن واحد، لو انت ما لميت فيهم مع بعض كويس، شيل الزكوات بتاعتك دي او الفطرة الفدية وامشي وزعها عليهم، ده بالنسبة لها بتختلف من، لانه اصلا قال اما ربع صاع من البر، يا اصلا ده قدرها كده، ربع صاع من البر، البر بيختلف من غيره، او نصف صاع، دي الفدية كده، نصف صاع من الشعير او القمح، الصاع قلنا كم؟ 2 كيلو كم؟ ونص صح؟ نص الصاع كم؟ ها؟ كيلو وربع، ده نص الصاع من القمح، إذا الفدية كم؟ نص صاع يعني كيلو وربع، فهمتوا التقدير بتاعه؟ أو ربع صاع من البر، أنت لو لقيت البر ده، البر ده ربع بس تقضيك، لو لقيت البر، ربع صاع من البر، شفت يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البر وبين غيره، لأن البر جيد، أنت لو أكلته ذاته تلقى سمح، فهمت؟ وتقيل، نص عيشة بيشبعك بيختلف بالمناسبة، شفت الرغيف العيش بتاع البر بيختلف من العيش بتاع القمح، ذاك تقيل وتحسبه سميك ومشبع أكثر من غيره، عشان كده فرق بيناتهم، وده السبب اللي خلى اللي ذكره الشيخ جبيل معاوية رضي الله عنه، قال عندنا سمراء الشام، سمراء الشام البر، ولأنه البر النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين القمح في الفدية، فجعل 2 من القمح بيساوي 1 من البر كويس، عشان كده معاوية رضي الله عنه قال زكاة الفطر نصف صاع نص صاع، ليه؟ لأنه هو بطلعها من البر، والبر نص الصاع بيساوي كم؟ بيساوي صاع كامل من القمح الأحمر، القمح الغيره، فهمت الفرق؟ عشان كده معاوية لما عمل المزرعة دي ما هوى ما يستغلوها كمان الناس نوع بيطعنوا في معاوية رضي الله عنه، يجي يقول لك معاوية ده عملها كده وشرع في الدين، معاوية عنده فقه، وابن عباس قال معاوية فقيه رضي الله عنه وأرضاه، فعنده فقه في المسألة دي، لأنه يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البر وبين القمح العادي، والبر يساوي ضعف القمح العادي، عشان كده قال زكاتنا من البر تساوي نص صاع بس،
فعنده فقه في المسألة دي. ولكن العلماء قالوا الراجح إنه صاع، لو كان بر ولا قمح ولا زبيب ولا شعير ولا غيره يكون شنو؟ صاع كامل. دي الفطرة، والفدية تكون شنو؟ كيلو وربع، اللي هو شنو؟ نص الصاع من القمح بتاعنا ده أو الزورة بتاعتنا. نعم.